حلم بيبدأ بخطوة، والخطوة بتبتدي من هنا من مهرجان إبداع. مهرجان إبداع الموسم 11 بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهارده بنبدأ مع حضراتكم فعاليات مسابقة الغناء والعزف الفردي، واللي بيشارك فيها 11 متسابق متخصص وغير متخصص من كافة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة. الجوائز اللي بيتنافسوا عليها قيمتها 162,000 جنيه. مسابقة الغناء والعزف الفردي بتحمل اسم اثنين ممن أثروا الحياة الموسيقية والغنائية في مصر والوطن العربي. مسابقة الغناء بتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، ومسابقة الموسيقى بتحمل اسم الموسيقي الكبير أندريا رايدر. مبدع موسيقى الأفلام أندريا رايدر قام بالتأليف الموسيقي لأكثر من 61 فيلماً. ساهمت الموسيقى التصويرية مع العناصر السينمائية الأخرى في نجاحها وارتباط عشاق السينما المصرية بها. كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964 بمنحه وسام العلوم والفنون، وفي عام 1998 خلال الاحتفاء بمئوية السينما المصرية تم اختيار اسمه كأحسن مؤلف موسيقى تصويرية في تاريخ السينما المصرية. والمؤلف الموسيقي اليوناني الأصل أندريا رايدر. نشأ أندريا رايدر وترعرع في القاهرة، واستطاع أن يكتب اسمه بحروف مضيئة في سجل الخالدين بأعمالهم المتميزة كواحد من كبار رواد الموسيقى التصويرية في مصر. بأسلوبه المدهش في التعبير عن المشاعر الإنسانية المختلفة وأحداث ومشاهد الفيلم من خلال الموسيقى، بدأ مشواري مع السينما من خلال الأفلام الموسيقية اليونانية التي أنتجتها شركة ميلاس والنحاس. في مطلع الخمسينات كان أولها فيلم زلطة في البحيرة عام 1952، والذي وضع موسيقى كما ظهر عازفا مع فرقتي في أحد مشاهدي. وقد كتب اسم اليوناني الأصلي في التتر أندريا أناغانستو قبل أن يعرف الجمهور باسم شهرتي في أفلام لاحقة، وكانت أول مشاركة له في الأفلام المصرية عن طريق كتابة تتر فيلم نشالة هانم عام 1953، لتتوالى بعد ذلك إبداعاتي في الموسيقى التصويرية للكثير من الأفلام السينمائية، من بينها الحياة الحب عام 1954، ونهارك سعيد عام 1955، وفتى أحلامي عام 1957، وبين الأطلال، وحسن ونعيمة، ودعاء الكروان، والرجل الثاني عام 1959، ونهر الحب عام 1960، ورسالة من امرأة مجهولة، واللص والكلاب عام 1962، والباب المفتوح عام 1963، وأغلى من حياتي، والمستحيل عام 1965، لينجز بعدها السمان والخريف عام 1967، والرجل الذي فقد ظله عام 1968، وغروب وشروق والسراب عام 1970، والشحات عام 1972. قال عنه النقاد أنه تمكن من التعبير عن حالة البطل أو البطلة في كل مشهد للفيلم، وأنه يقوم بتحويل ذلك إلى موسيقى تصويرية تترك انطباعا دائما في نفس المتلقي. رأينا ذلك في مشهد خاتمة الغروب والشروق، والنهاية أيضا في فيلم المراهقة ودعاء الكروان وغيرها. أعضاء لجنة التحكيم بمسابقة الغناء والعزف الفردي الموسيقار الكبير الفنان هاني مهنا، والمايسترو الدكتور عز الدين طه الأستاذ بمعهد الموسيقى العربية، والمطربة المتألقة مروة ناجي.
لأن مصر ولادة وولادها مش أي ولاد. على مدى 11 موسم بيتجمعوا من كل الجامعات ويخوضوا منافسات ومسابقات ومباريات، حتى اللي خسر فيها أكيد كسب خبرات. مع إبداع أحلام كتير اتحققت في كل المجالات، واللي بيتمسك بحلمه لازم هيوصل لأعلى الدرجات. مع إبداع حقق حلمه. الجمهور ما بيرضاش الا بالحاجه الكويسه. اين انت يا مؤسسه السينما؟ طاقه فنيه ضخمه في كل مكان في مصر، شمالها جنوبها شرقها وغربها، في جميع الجامعات والمعاهد والاكاديميات، مواهب مصريه واعده في كافه المجالات تبحث عن فرصه لتحقيق الحلم. وتستمر رحلة مهرجان إبداع الموسم 11 في البحث عن الموهوبين والمتميزين وإلقاء الضوء على المتفوقين والمبدعين في المجالات الثقافية والفنية والعلمية. مع إبداع حقق حلمك. أكشن! بيبات! اشتغل يا جدع! ويلا بينا نبدأ مع حضراتكم مسابقة الغناء والعزف الفردي، وما تنسوش شعار مهرجاننا مهرجان إبداع، مع إبداع حقق حلمك. Thank you.
أحسنت يا محمد. أنت ظبطه 6 أوتار ولا 5 أوتار؟ 7. 7. 7. يعني عامل قرار ماشي. جربت أنت تعزف على عود أكوستيك؟ جربت؟ أكوستيك وسمع أكوستيك. لا بس معلش ده مفتوح له فتحة عشان جاك ومش عارف إيه والحاجات دي. دي هي. تمام. إنما لو عود أكوستيك جربت؟ يعني أنا شايف القرارات هنا مش هضمها بصراحة. أنت عازف ماهر، ريشة حلوة، ريشة ملوبة، فرداش جميل، متمكن، كل المواصفات عواد ماهر، دي مش هقدر أكلم فيها. إنما العود لما يكون آلة العازف إيوان بتديك ضعف اللي أنت بتاخده أكيد. في العموم أنت أحسنت جدا جدا. ما شاء الله ستايل، التكنيك حلو، مقاميا صح، هارمونيات حلوة، وبتعمل كاونتر بوينت كده يعني لحن مع اللحن الأساسي كده خفيف جميل ما شاء الله، يعني عامل شغل جميل جدا. وانت أساسا شبه إسلام الأصابجي شكله نجم زي إسلام. فمشروع حد جميل جدا، ربنا يوفقك ان شاء الله ويجعلك من النجوم ان شاء الله اللي تستاهلهم باذن الله يا حبيبي. ربنا يوفقك يا ابني. بآلات وترية وأخرى إيقاعية مستمرة مع حضراتكم مسابقة الغناء والعزف الفردي بمهرجان إبداع الموسم 11، فكونوا معنا. من سنة لسنة ومن إبداع لإبداع، ما زال مهرجان إبداع بيواصل مسيرته ليقدم المواهب الشابة في كل المجالات. ها نحن
أمام ضربة البداية لدور الستار. هل تتفضل؟ إذا ما رأيت الذي أستحبه وقالوا عميتا كرهت البصر. الهدف بتاع القصة مسرح رائع في هذا العصر. كورال وفي الشهيد موسيقى عنصر التشويق واللي هو قلنا انه اهم حاجه قصه قصيره ان شاء الله بالتوفيق فنون شعبيه ومبادرات مجتمعيه شعار مهرجان ابداع مع ابداع حقق حلمك كل هذا بدعم وتحفيز من القياده السياسيه لشبابنا الموهوبين والمبدعين ليواصلوا مسيرتهم وابداعاتهم في كل المجالات مع إبداع حقق حلمك. موسم جديد وفعاليات جديدة من مهرجان إبداع بنستناها من سنة لسنة بنتابع فيها مجالات كتير من الثقافة والفنون والعلوم ومواهب شابة من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الخاصة والحكومية بتتنافس على الأفضل وفي الآخر الكل بيكون كسبان شرف المحاولة وخبرة كبيرة كمان مع إبداع حقق حلمك
احسنت ايمن. قول انت بتقول ريمي فا المي ايه؟ ريمي فا بتقول ايه؟ المي ايه؟ نعم اجليس. ما اجليس بس النوت الاساسيه ايه؟ دارارا. ايوه مومول مش ناتوريل المي. ايوه مش ناتوريل. عشان مره بتقولها كده مره بتقولها كده. الاساس انا بلعب. ايوه 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 بس اساسك مي بمول. مظبوط مظبوط. بس عشان خاطر ايه نتفق. مظبوط. تعزف كويس قوي. شخلعت الاغنيه معلش هنعديها لك دي. يعني هي مش ناقص شخلعه. اغنيه جميله. محمود شريف عبقري في المزيكا. وحليم قالها بمصداقيه عاليه قوي. فبالتالي الواحد بيبقى غيوره على انه عايز يسمع اللحن كما هو. يعني الاضافه فيه ممكن تقلل منه. في اعمال كده وفي اعمال ممكن تضيف من عندك تعليها بس دي ندره. خد بالك ده عايز حد جبار بقى يعني. يعني الاضافه بلاش تقلل من قيمه العمل الاساسي. خلينا امناء على ان توصل العمل عشان اقدر اغني معاك. افرض انا عايز اغني معاك وانت بتقول الكلام ده وعايز افرح بنفسي واغني معاك حتى لو نجسس بس على الاقل يبقى الامانه في توصيل العمل الفني. اوكي في النهايه انت احسنت احسنت. مشروع نجم مشروع فنان كده يعني ما شاء الله. حضورك على المسرح خلى الجمهور اكتر واحد سقف له الصراحه يعني. فانت عندك حاله جميله جدا عندك قبول كده اللي بيسموه قبول كده. احسنت يا اسحاق. انت في حد بيدرس لك كمانجا يا اسحاق؟ انا بدات بعزف كمانجا بقالي 7 سنين داخل 7 سنين دلوقتي. لا انت ما ابتديت في الاوبرا. اوبرا دابنهور. في حد بيدرس لك هناك؟ يعني عندك استاذ مستمر هو هو ولا لا؟ قعدت 4 سنين في اوبرا دمنهور بعد كده نقلت اسكندريه بقيت مع في اوبرا اسكندريه. بس يعني انت شغال في اوبرا اسكندريه؟ لا لسه لسه يعني بتمرن بس. فانت انا شايف ان انت محتاج استاذ. اوكي هي دي النقطه ليه بقى عشان تظبط المقاميه عندك الركوزات. عذرا لمعطلة حضرتك بس انا اساسا غربي. انا الشرقي ده انا ما بحاول. انا شايف ان انت ظابط غربي اساسا. ما انا عارف. بالظبط. طيب ما هو انت محتاج استاذ يوديك للحته ديت ان انت نمره واحد ان انت تنزل النغمات صح
دي نقطة مهمة جدا. انت مع نفسك لما تيجي تذاكر، لما تيجي تعزف اي حاجة غربي حتى، اعزفها مع الاصل لو امكن يعني، او لو بتعرف تكتب على سبيليوس تكتب المؤلف اللي انت هتعزفه وتعزفه معاه وتسجل لنفسك وتشوف المشاكل فين، انت فارق عنه ولا مش فارق مع كذا مرة. يعني هي طرق تدريس كده انك ازاي تظبط الصباع ينزل في المكان المكان الناس. بس انت مشروع حضورك حلو فخسارة، هي دي اللي يعني انا مستخسرها يعني. فاحسنت حبيبي، بالتوفيق ان شاء الله. تناغم شديد ما بين الآلات الموسيقية والأصوات الإبداعية بقدر عالي من الاحترافية وبتوزيعات موسيقية رائعة وممتعة، واللي لسه مستمرة مع حضراتكم، فابقوا معنا. مسابقة إبداع مش مجرد مسابقة، دي قصة ومسيرة على مدار سنين طويلة فيها تحقيق أحلام وطموحات، وكمان فيها صعوبات وتحديات بيتغلب عليها شبابنا اللي عنده إصرار وعزيمة إنه يقدم الأفضل في مجالات وتخصصات مسابقة إبداع، اللي منها الفني والأدبي والعلمي والاجتماعي. وعلشان كده دايماً مع إبداع هتحقق حلمك. كل سنة وانتم طيبين ودايما في الإبداع متجمعين. مبدعون، موهوبون، متميزون. بديع وغريب، بالأمل يحلمون ولسلم المجد يتطلعون. لأجلك يا بهية المساكن. في كل سنة شفنا مواهب شابة على النجاح مصممين يتنافسون يتسابقون في العلم وفي الفن، هم مؤهلون. فرصة جميلة جدا ان احنا نشوف الشباب بتاعنا، ومن وزارة الشباب والرياضة ينطلقون. مهرجان إبداع الموسم 11 بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. 10 سنين ومكملين الموسم 11 من مسابقة إبداع، الموسم الأقوى لاكتشاف المبدعين. يبقى أن نردد سويا شعار هذا المهرجان، مع إبداع حقق حلمك. Thank you.
عايزه اقول لك انا ما اعرفش انا سامعاك في الساوند تشيك ما اعرفش ايه القلق اللي حصل دلوقتي. انا حاسه ان انت احسن من كده كتير، بس انت عملت حاجه لطيفه جدا بالنسبه لي كسوليست واقف بيعزف على المسرح، وحتى لو احنا قلقانين في مبدا عند المطربين من خاف سلم، اللي هو انا ممكن يكون امكانياتي اكتر من كده بكتير، وده اللي انا حساك فيك يا فادي من اول ما بدات ومن اول ما سمعتك في الساوند تشيك. لكن كان يهمك الكواليتي قد اللي انت كنت بتعزفه والتزمت بشيء معين فاحسنت ويتحسب لك. احسنت يا فادي. متمكن من الجيتار بالأربجات، بس عايز يعني مش يتراجع عليها، تتراجع عليها قوي لان مهمة جدا. يعني انت بتعمل ميلودي وتعمل اكمبانيمو عليه بالكوردات بالأربجات اللي بتعملها، عايز تراجع عليها شوية. انا كل حاجة عايز اراجع عليها. اخ بس حضرتك يعني انا لو جيت نقعد مع بعض بقى شغل تاني خالص عشان التوتر. بس خلاص نمشي الاثنين دول، ايه المشكلة؟ لا كلنا يعني مش قصدك. لا لا بس بالنهاية احسنت والله. الله يخليك والله. احنا كسبانين عازف جيتار شاطر ميرسي وصريح وشكلك
في كاريزما. الله يخليك. بجد في كاريزما. ميرسي. يعني هو بتقولي في ملامح وما خرجت. حد ناس كتير قالت لي كده برضه يعني ميرسي جدا. انت عندك حب مناخير اصلا. ايوه. لعشرة عمري عمر الله يرحمه. فاحنا كسبانينك بصراحه. يعني امشي في المشروع. يعني. زي الفل. الله يخليك. احسنت. ميرسي. اتفضلي اتفضلي. انا بس عايزاك تذاكر هارموني لانك انت شاطر. انا عايز اقول لك انك كمان احساسك حلو. يعني انت وانت بتعزف انت احساسك حلو. بس انت محتاج تذاكر هارموني حلو بحيث اي ميلودي انت بتعمله ما نعملش كورد او اي حاجة ما تكونش في التألف متوافقة مع الميلودي اللي معزوف. انما غير كده حلو احسنت ورشتك حلوة احسنت. ميرسي جدا. وبطل خوف بقى. تابعنا مع حضراتكم النهاردة فعاليات مسابقة الغناء والعزف الفردي، وبنتمنى كل التوفيق لكل المشاركين بمهرجان إبداع الموسم 11. وما تنسوش شعار مهرجاننا مهرجان إبداع، مع إبداع حقق حلمك. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء يا حمام. حواديت بتجيب حواديت أحلى وكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حيطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء يا حمام. حواديت بتجيب حواديت أحلى والكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع، جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع، جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. ده اللي في بالك حالا فكرة هيكون أول سكة بكرة، افرد حلمك على قد الدنيا الدنيا تساء. أصلها إبداع. عينك شايفة بعيد. أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع، جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع، جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. ده اللي في بالك حالا فكرة هيكون أول سكة بكرة، افرد حلمك على قد الدنيا الدنيا تساء. أصلها إبداع. عينك شايفة بعيد. أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت.
حكايات انواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. اصلها ابداع. كل الحكايات بدات من هنا. ما الحكايات انواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. ده اللي في بالك حالا فكره هيكون اول في بكره. افرض حلمك على قد الدنيا.